السلام عليكم، يا إخوان بخير، لاباس عليكم؟ إلى شايفين هاد اللايف، غير قولوا لي بأن الصوت وكل شيء هو هذاك. على ما يجمعوا الإخوان غادي نهضر لكم شوية على راسي. أنا إبراهيم فاطين، بديت في الإي كوميرس صافي تري لونتون، تقريبا هذيك سنة 15 عام، في الديجيتال ماركتينغ تقريبا 20 عام، وفي الماركتينغ اون جينيرال ملي كانت عندي 15 عام، دابا في عمري 43 عام. سو كيفي دوزت بزاف ديال المراحل في الناحية ديال الماركتينغ العادي، ومن بعد دخلت في الديجيتال ماركتينغ تقريبا في 2001 2002، كانت باغ اوبليغاسيون، يعني غير شفت بأن يعني المارشي غادي وكيمشي فيغ لو ديجيتال. في ذاك الوقت كنت عايش ما بين كندا وامريكان، والحمد لله اتجهت لهذا الدومين وربي سهل. كنظن صافي راه اللايف كاين. اخوان بخير، لاباس عليكم؟ صحيح لاباس، مرحبا بكم. غنبدا معكم انايا هذا اللايف، غير كان الصوت ماشي هو هذا كله ولا ما سمعتونيش، غير الله يعطيكم تستقولوا لي بأن ما كتسمعوش الصوت مزيان، ما سمعتوش الصوت، سديت غير الباب باش تسمعوني مزيان. الوغ اليوم غادي نوريكم شويه كيفاش تستعملوا الاي سي او، لان بالنسبه ليا الاي سي او كتعطيك سكون ابل سستينبل بزنس، يعني واحد البيزنس اللي كيكون ستام، كيمكن لك يعني تحقق به واحد الارباح، واحد المداخل اللي ستابل، اللي كتكون على الاقل ما فيهاش واحد التقلب كبير. كما كتعرفوا فيسبوك ادز كتحكموا العرض والطلب، كيحكموا السي بي ام، كيحكموا بزاف الحوايج، كيحكموا حتى الكانا ديالهم كل مره وكيحماقوا عليك طبيعه الحال لي ادز كاملين. ولكن فيسبوك تري انستابل، لان انا بالنسبه ليا فيسبوك ادز مبرحشين شويه، كل مره كيخرجوا لك الوا. تقريبا من 2010 2011 كندير كنخدم في فيسبوك ادز، فيسبوك من 2004، لي باج من 2008 كانت عندي اول باج فاش كنعاود لونسو لي باج. ودائما طبيعه الحال مع الوقت عرفت بان احسن حاجه هي الانسان يكون عنده واحد الاورجانيك ترافيك. السلام عليكم ورحمه الله، الاخوان بخير، لاباس عليكم؟ الله يعطيكم الستر، غير كتابه كتبوا لي بالعربيه، بالحروف العربيه، الله يعطيكم الستر، الحروف بالعربيه. الا بغيتوا تسولوني شي سؤال بالعربيه، وطبيعه الحال الا بغيتوا تسولوني بالانجليزيه ولا الفرنسي ماشي مشكل، يمكنكم تسولوني. اوكي، المهم انا بالنسبه ليا السستينبل بزنس، يعني واحد البيزنس اللي كتكون يمكن لك تقادها، يمكن لك تمشي، ما تبقاش دي اوي ديبا بحال في الفيسبوك ادز. خصكم تخدموا على يا اما الفايرال ماركتينغ، يعني انه تخدم واخا على السوشيال ميديا ولكن تكبرها بواحد الطريقه اورجانيك، ولا احسن حاجه هي الاي سي او. الاي سي او دابا فورب ماجازين، اذا كتعرفوا فورب ماجازين اكبر يعني مجله اقتصاديه في العالم، قالت بان احسن سكيل، يعني احسن حاجه مقومات كتكون عند شي واحد دابا في الماركتينغ اون جينيرال، ماشي حتى الديجيتال ماركتينغ، هي الاي سي او. فكنظن بان ما غنحتاجوش نعرفوا بالاي سي او، سيرش انجن اوبتمايزيشن، هو انه كيفاش كتوبتيميزي لا بريزونس ديالك في الانترنت عن طريق كلمات مفتاحيه، يعني كيوردز اللي كتقلب عليهم. بزاف ديال الناس فاش كيخدموا في فيسبوك ادز مثلا، ولا في جوجل ادز، ولا في يوتيوب، ولا حتى في بينتريست، ولا شي حاجه، ولا سناب شات، كيمشيو لينيش، يعني كيبدا باش حتى الا بغيتي تلونسي شي برودكت عندك في شوبيفاي كتمشي في لينيش، يعني كتمشي تقلب على واحد لونديونس. في الاورجانيك ترافيك تقريبا نفس القضيه، غير انت خصك في الاول تعرف واش هذيك النيش كيقلبوا عليها الناس، لان ماشي بالضروره يعني برودكت وينين برودكت. خصك اولا الوينين اودينس، يعني النيش، واش هذاك البرودوي ولا داك السيرفيس ولا داك النيش اللي انت باغي تلونسي، واش الناس كيطلبوها ولا ما كيطلبوهاش، ولا كانوا كيطلبوها واش الكونكورونس فيها كبيره ولا ما فيهاش. باش كتعرفها اول خطوه غادي نوريكم هي كتمشي جوجل ترند. احسن حاجه باش تبدا اي بروجي ديالك هو كتشوف جوجل ترند، كتعرف واش
هذاك البرودوي ولا هذاك يعني المنتوج اون جينيرال ولا حتى السيرفيس، ماشي بالضروره يكون غير المنتوج، يكون عندك ان سيرفيس ديجيتال كتبيعو، اي حاجه باغي تبيعها، يمكن تكون كاع انت ارتيست ولا شي حاجه باغي تعرف راسك، خصك تشوف واش الناس جوجل كيقلبوا على هذاك الكونسيبت، واش هذاك النيش مطلوب. مثلا الا قلنا حيت انا دابا نخدم معكم على واحد البروجي اللي عندي اللي سميتو ديجيتال بيانوس، ولا لو بغيتي نديرو اي حاجه كاع، الا كان شي سوجيستيون الدراري راني يعني نشوف الا بغيتو شي سوجيستيون نقلبو مثلا دوغ تويز، يعني دوغ تويز اوكي، غنمشيو نكتبو دوغ تويز جوجل ترند، غادي تعطينا بيان سور كنقلبو في يونايتد ستيتس. واحد الحاجه اللي غادي تلاحظوا، اغلب لي ترند اللي غتشوفوا دابا غادي تلقاوهم بانهم دي ترند هابطين. علاش؟ لان الكوفيد 19 هو الترند اللي كاين، هو الحاجه توبيك اللي الناس كيهضروا عليها، ولكن كاينين شي حوايج وشي برودكت اللي غننصحكم دابا بهم بانهم تستعملوهم اللي مطلوبين بزاف. حنا بزاف ديال الناس اللي زعما كلاو العصا في الاي كوميرس، ولكن ليكيب ديالنا خدامين مزيان، كاع خدامين كثر. علاش؟ لان عرفنا الحوايج اللي مطلوبين في هذا الوقت اللي كيقلبوا عليهم الناس، وهما الحوايج ديال لي بيبي، حوايج ديال لا ميزو، حوايج ديال الكيتشن يعني كويزي، والحوايج ديال يعني بيتس دوغز كاتس وهذاك الشيء كامل تادلرز. ياسين واخا دابا نديرو تادلرز من بعد، وهذه راه مزيانه الا درتي تادلرز، يعني الا درتي لي بيبي بغيتي تخدم على الحوايج ديال بيبي برودكتس دابا في هذا الكوفيد 19، احسن من احسن المسائل اللي كتاخذ. شنو كيعطيك هذا الشيء؟ شكون اللي كيعطيك؟ بطبيعه الحال يمكن لك انت، يو كان جيس، يو كان بلاي ذا جيس جيم، يعني بوحدك تبقى انت تفكر تقول الناس في ديور هوم غادي يعجبهم الكيتشن وهذاك الشيء، ولكن جوجل ترند كيعطيك المعلومه هي هذيك. مثلا شوفوا هنا كنطلع في ديسمبر، نورمال ديسمبر ديما كيطلعوا فيها كاع لي ترند لي برودوي، لان الناس كتشري في كريسماس تايم، ولكن شوفوا بان هنا في ابريل بدا كيطلع، ومن سميتو من مارس هو غادي كيطلع، توصل لهنا لابريل كيعطيك لي ستيتس اللي كاينين اللي عندهم ترند طلعت لو ماكسيموم. جوجل ترند ما كيخدمش بشحال ديال الناس كيقلبوا عليه، كيقول لك من 0 حتى 100 هي الذروه ديالو فوقاش طلع بزاف. وانت كتشوف مثلا دابا راه طالع 55 بارابور مع الوقت، دائما كان غادي في 40 توسا، يعني دوغ تويز راهم مطلوبين. من بعد فاش كتهبط كتلقى ريليتد كويري، يعني الناس اللي كيقلبوا عليهم سبورت ات هوم، يس سبورت في الدار، يس خدام بزاف، حوايج اللي عندك اندور سبورت اكويبمنت، هذوك عاوتاني خدامين بزاف. الانسان مع الوقت لازم خصو يتطور، ولكن جوجل ترند هي اللي كتعطيك هادشي. راه يمكن تكون نتايا عندك واحد ليدي على شي حاجه، مي جوجل ترند ماشي غير بوحده، بطبيعه الحال خصك تمشي بزاف ديال الحوايج باش تمشي تشوفهم باش تعرف شنو واقع. انت دابا نقولوا فكرنا في دوغ تويز، كيعطيونا هنايا ريليتد كويريز، بلاي لوجي دوغ توبوليس دوغ ستيل بوي او ماي جاد سربرايز هادي لا go nuts dog toys، هادو بالنسبه كيعطيوك دي سميتو يعني دي براند اللي كيخدموا في هذا الشيء. وهنا كتشوف لي رايزين، هادو دابا 3500% ثيرابي دوغز. علاش ثيرابي؟ لان دابا لي دوغز ما كيخرجوش الكلاب ديالهم، طبيعه الحال فاش كيوقع لهم شي مشكل كيحاولوا انهم يشوفوا الثيرابي ديالهم، ولاني هادو من لي برودوي اللي كيكونوا مزيانين. الا بغيتو نديرو حاجه واحده اخرى، نديرو لا بروبوزيسيون ديال تادلرز ونشوفو. مي اهم حاجه في الاي سي او هي ما ديرش كيورد وحده، يعني ما يكونش شورت كيورد. علاش؟ لان لا كونكورونس كتكون بزاف، كيكون فاست، ما كيكونش واحد السبيسيفيكاسيون بالنسبه لجوجل باش يعرفك شنو باغي، يعني الكويري ديالك شنو باغيه. الا قلتي له غير تادلر غادي يعطيك لي بلوغ، يعطيك ما يعطيكش لي برودوي. خصك تحاول تكون على الاقل تو وورد كيورد ولا تري وورد، يعني لونغ تيل كيوردز هما اللي كيخدموا بزاف.
نمشيو نشوفو عاوتاني نقلبو مثلا تضليس غادي نديرو تضليس هوم جيمز مثلا ولا هوم توي ولا بيبي هوم توي بيبي هوم توي لي تريند ديالها ما يعطيوكش دابا بالنسبه لهادي سي تري انستال. انا بالنسبه ليا الا جيت حاجه بحال هكا ما نشوفش ما نغامرش في حاجه بحال هكا لان انستابل ما بينش مزيان لي دوني اللي كاين. فهمتي نبقاو مع هذيك الدوغ توي وغادي نمشيو ناخذ دي بروبوزيسيون فيهم وكنمشيو يا اما اوبر سوجيست لي سيرفيس غراتوي ديال نيو باتال كنظن بان سيرفيس اللي بالنسبه للاخوان اللي ما عندهمش الفلوس هذا احسن بلاصه كيعطيك الباك لينكس كيعطيك كيوردز كيعطيك الكومبيتيشن كيوريك الكومبيتيشن شنو عندها كيعطيك بزاف ديال لي دوني اللي يمكن لكم تخدموا بها. بالنسبه لانس قال لي كاين بلاتفورم شوبيفاي واش لا انا كنخدم في ووكوميرس بزاف ولكن غنوريكم واحد الطريقه الناس لان دابا الجروب ديال شوبيفاي غنوريكم واحد الطريقه كيفاش تامبليمونتي داكشي اللي كتلقاه في ووكوميرس كديرو في شوبيفاي. علاش؟ لان شوبيفاي فيها واحد جوج ولا ثلاثه ديال لي زابليكاسيون اللي كيعاونوك في الاسيو لان شوبيفاي ديجا هي البلاتفورم ديال شوبيفاي ماشي اسيو فريندلي يعني ووردبريس حسن منها فيه بزاف ديال لي بلوجينز وداكشي. شنو هو الطريقه باش يمكن لك انت الحوايج اللي يمكن لك تكتسبهم من الووردبريس تحطهم في شوبيفاي غادي نوريكم من دابا واحد شويه. دابا المهم ندوزو لهاد الدوك توي مثلا الى بغينا نشوفو دوك توي برودكت مثلا لا بطبيعة الحال اوبر سجست فيه البيد وفيه سميتو وفيه الفري. بالنسبة للإخوان اللي ما عندهمش هذا بالأحسن يخدموا به. دوك تويز ها هو عطانا البيد ديفيكولتي 100 يعني انت الا جيتي تخلص عليها انا ما كنخدم غير او بي اس زعما بلاتفورم عادي هذا بدر اللي سولني على باش خدام باش كندير اللايف ديالي او بي اس او بي اس. دابا دوك توي مثلا عطانا ثلاثة ديال لي زيليمون لي امبورطون خصنا دائما نشوفوهم وهما الاي سي او ديفيكولتي يعني اورجانيك ديفيكولتي بايد ديفيكولتي وكوست بير كليك. الكوست بير كليك شويه طالع الا شفتو شوفوا هنايا ما بين جونفي كما الاخوان ديجا راكم شفتوهم الله يحفظك عبد الجلال شكرا. الوغ كما راكم فهمتوا هذه القضيه دابا مع الكوفيد 19 شنو وقع ان دوك توي الناس بداو كيشوفوا بان معاهم الكلب ديالهم فوست ما يمكنهمش يخرجوا خصهم يلقاو له البرودكت ديال دوك تويز صافي. هذا الشيء علاش دابا شوفوا في جونفي كي طلعات بصوره صاروخيه الموبايل والديسكتوب سيرشز طلعوا من فيفري مارش وابريل وابريل راه عاد في اللورة مازال ما طلع بزاف. فهمتي هو كيجي عندك اوسي كيعطيك دي سوجيستيون. انا المهم هاد الحوايج ديال لي تولز ديال الانترنيت راه ماشي كلهم كيعطيوكم داكشي ستابل 100% لهذا خصك تخدم شويه بهذا وشويه بهذا. كاين حوايج اللي كتخدمهم مثلا ماز اس اي ام راش ماجستيك اي تريفس وكاين حوايج اللي يمكن لك تخدمهم في اوبر سوجيست. بالنسبه للدراري اللي عاد باغيين يديروا لانترودكسيون ديال الاس اي او اوبر سجست حسن لكم وكيورد بلانر ديال جوجل. انيس what do you think about drop shipping yukon.shop؟ خويا انا يوكان جي اونتوندو بارلي يعني سمعت به عمرني ما جربته دخلت وقيله شي مره واحده وكان
زعما ما كانتش كونيكسيون ديال كانت ايرور في الكونيكشن، ما عمرني ما اسيتو ما حتى شي حاجه. تري كونكورونسيال هذا الكيبورد عندك الصح. الوغ ياسين قال لي تري كونكورونسيال. دابا هادشي كنحاول نوريكم غير الحوايج اللي خصكم تشوفوا. انا واش انا غناخذ هذا ولا ما غاديش ناخذه؟ طبيعة الحال ما غاديش ناخذه على جوج ديال الاسباب. اولا البي ديفيكولتي 100، ثانيا الكوست بير سي بي سي. دائما كنقلب انا على السي بي سي يكون عندي اندر دولار، قل من دولار. الاس اي او ديفيكولتي بالنسبه لواحد بحالي هادي سي با غراف، يعني نخدم فيها. السيرش فوليوم از هاي، يعني راه شوف راه واحد القضيه كونكورونسيال، راه لازم الحاجه اللي خدامه راه كيكون فيها لا كونكورونس بزاف، لان كيما نتايا كتفكر بان دير واحد البرودوي الاخر راه كيفكر، ما بقاش فاش كاينه لا كونكورونس ولا لا، راه المشكله هو تمشي لشي حاجه اللي فيها لا كونكورونس وما فيها حتى لعبه، فيها سيرش فوليوم 1000 وانت مقاتل مع 700 البشر. فاش كيوريك هذا 60000 راه ماشي 60000، راه على الاقل واحد 200000 ولا 300000 الناس اللي كتقلب. يعني انت الا درتي واحد الخدمه خدمتي على السطور ديالك مزيان، راه طو او طار غادي يجيوك الناس. وفاش كتخدم على الاورغانيك اس اي او، حتى فاش كتلونسي كامبين مع جوجل ادز وكدير مثلا جوجل شوبين في شوبيفاي ولا شي حاجه، كيطلع لك داك الشيء وكيتبلاصا لي برودوي ديالك هما الولاء. علاش؟ لان البرودوي ديالك SEO friendly، يعني جوجل واخا هكاك راه كياخد اون كونسيديراسيون اولا الميتا داتا ديسكريبشن الهادين اللي عندك، الاون بيج SEO اون جينيرال كونتنت، واش عندك ميديا ولا ما عندكش، واش عندك لي فيديو واش عندك لي فوتو، واش عندك حتى لي ريفيوز مزيانين. دوك لي ريفيوز كيبانو حتى في جوجل شوبين الا كنتي داير واحد الشوبين سميتو. سي علي عندك الصح، كونكورونس فا دير لارجون. كومون اوتيليز كونكريتمون؟ وي سي بدر، دابا نقولها لكم المره الجايه ان شاء الله على او بي اس كومون لوتيليزي. انا راه براسي غي اماتور، ما كنعرفوش بزاف. شحال هذيك كنت كندير بيه لي لايف، الى عقلتو في فيسبوك كانت واحد الموجه ديال لي لايف، كدير كومباراتيف كريستيانو مع ميسي، كنتي كدير بحال هادوك. راه لي باج ديالي اللي كنا كنديرو هاد لي تروك كنا كنطلعو فيهم لي باج تاع 5 مليون 6 مليون غير بهاد القضيه، كنا كنخدمو غير ب او بي اس كنديرو لايف وكنحطو، كيبقاو الناس كيديرو لي بوز، يعني شنو لي كيطلعو واحد البرودوي على واحد البرودوي، ولا كيطلعو واحد العايب على واحد اخر، ولا كيطلعو واحد البوليتيسيان على واحد اخر. درناها حتى في الكامبين ديال دونالد ترامب مع هيلاري كلينتون وداك الشيء، طلعنا بهم دي باج. المهم هذا هو باش كنعرف او بي اس. المهم دابا بالنسبه لنا الا لقينا السيرش فوليوم هاي كيبقى لنا غير السي بي سي. انا بالنسبه للسي بي سي باش هو ما غنديرش بحال هادي، الا كنت لقيت السي بي سي هابط نديرو واخا يكون بايت ديفيكولتي كبيره، والاس اي او ديفيكولتي 67 بالنسبه لي ماشي شي حاجه بزاف. خصوصا واحد الحاجه اللي مهمه الدراري اللي تفهموها، هو فاش كتشوف داك سبايك طلعات فواحد الوقت عرف بان بقي الناس اللي متجهين له، يعني انت عندك واحد الحل بانك تخدم مزيان على داك الحاجه. يعني انه الا نتايا مثلا بغيتي تكون يعني تسبق لشي حاجه وتخدم فيها مزيان، من الاحسن تاخذ شي حاجه اللي كانت ميته في واحد الوقت فهمتي وطلعت. اما تمشي للحاجه اللي دائما خدامه، يمكن هذيك هي فين كاين ديفيكولتي بزاف. علاش؟ لان 100% شي واحد راه خدام على داك الشيء ويعني خدم عليها من قبل ودار كاع لي لي تروك الفو باش يلونسيها. المهم نشوفوا حاجه واحده اخرى. انا غولي حاجه اللي غولي على واحد البرودوي اللي كنديرو ديجا، غادي نديرو ديجيتال بيانوس. ياك دابا يمكن غادي تكون هبطات هاد القضيه. الكوست بير كليك عندك 1 دولار، يعني 1 دولار ولا اقل من 1 دولار مزيانه بالنسبه ليا في السي بي سي. عنده سيرش فوليوم مزيان، حتى هو طلع بزاف هاد الايامات لان الناس وقيله على الكوفيد 19 ولا
ولاو كيقلبوا. المهم الا قلنا نبقاو في الدوغ تويز وغنمشيو، احنا عرفنا بان كاين طلب عليها بايد ديفيكولتي بزاف ولا ماشي بزاف، ماشي مشكل دابا ولات لا كونكورونس كبيره بزاف. ويتش بلاتفورم اي دو بريفير ادفايس دروب شيبين انس ذا بلاتفورم ذات از بيست فور ادفرتايزينغ ديال دروب شيبين. كنظن بان دابا تيك توك مزيانه، سناب شات مزيانه، وبطبيعه الحال كيبقى جوجل يوتيوب وتوسا وتا فيسبوك ادز، ماشي مشكل. انا بالنسبه ليا بالنسبه للانسان اللي ما عندوش واحد البيدجي كيبدا بالاس اي او وكياخذ فيسبوك ولا اي حاجه واحده اخرى للريتارجيتين، حتى يوتيوب ريتارجيتين راه مزيان، ريماركتين كتسمى راه مزيان بزاف. واخا انا غادي نصوب كارتي. الوغ من بعد ملي خدينا هادشي شنو كنديرو؟ خص يكون عندك واحد الكونت جوجل ادز، وكتمشي لهاد الكيورد بلانر، كتمشي لتولز وكدير كيورد بلانر. كيورد بلانر ذاتس بيرفورمانس بلانر. ياك كنمشيو نجيبو هاديك الدوغ تويز، الا كان عندنا واحد الكونكورون كنديرو هنايا ما كانش ماشي مشكل. غادي نمشيو نقلبو ماشي في المغرب، نديرو يونايتد ستيتس سيف ديفولت، غنديرو انجلش. قبيلات كنت كنقلب على شي حوايج بالفرنسي، مش انا كان عندي هكا بالفرنسي ياك. وكتجي تقلب على واش فعلا لي دوني اللي عطاك جوجل ترند زكريا. يس يو ماست تشيك دي اي ان بي اي. هذا من بعد كنبداوها. كتصوب منتوج محلي الديكورات ديال الخشب باش تنصحني نزيد في المبيعات ديالي في المغرب والخارج. طبيعة الحال هذا البروسيسوس اللي كندير اخويا ياسين هو اللي يمكن لك ديرو، راه لازم دير بحال هكا. الخدمه اللي كنوريكم راه ماشي خدمه اللي غادي تشوف لي ريزولطا في نهار ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا 3 شهور. كتبدا تشوف الخدمه لو بو ديال 3 شهور. الا كنتي انت خدام في السطور ديالك وعندك مثلا دوك تويز مثلا هكا خدام عندك مزيان، كتجي كتقلب على الترند باش تلونسي لي بوبليسيتي. حتى الا بغيتي تخدم حتى في فيسبوك كتجي تشوف الكيورد، ومن داك الكيورد كدير الاودينس ديالك. يعني الخدمه على جوجل راه مهمه وراه احسن خدمه. واخا انت غتمشي دير فيسبوك ادز يا اما ديرهم ديريكتلي، يعني كتمشي كدير بيرتشيس وداك الشيء كتمشي دير يعني كونفرجن كامبين ديجا، ولا كدير ريتارجيتين كامبين من بعد ما انت درتي واحد الكامبين في جوجل ادز ولا درتي الاس اي او اورجانيك. ولكن الاس اي او اورجانيك راه سي تان ماست بالنسبه لكاملين الناس اللي كيخدموا على هادشي، خصهم يخدموا على الكيبورد. المهم غادي نمشي معكم. دابا خدينا لقينا لابلوبار ديال لي بلاتفورم كيهضروا على دوك تويز مزيانين. كتشوفوا هنا لي دوني دابا في مارتش مليون في المية غيكون، في افريل غيكون طلع هادشي كثر، ألف تقريبا مليون و 140 50 الف في الموبايل، مليون و سي بوكو دارجون، سي بوكو بوكو. كما قلت لكم قبيلات اوبر سجست خدا هاد لو دوني هذا ياك، خدا هاد حيت هو كياخذ غير من جوجل بلانر، ما كياخذش شي حاجه اخرى. ولكن كيبداو يبانوا لك هنايا، كيبانوا لك دوطخ سجستيون اللي يمكن لكم تستعملوها. سكويكي توي هادي مزيانه، بابي توي، جود توي فور دوكس. ها هي كتاخذ انت هادشي كامل مثلا، كتمشي دير له كتاخذو وكدير له سولدار. كنقولو ناخذو واحد جوج نو كون تويز سكويتي تويز بابي تويز جود تويز فور دوغ انتراكتيف دوغ دوغ بازل تويز. المهم انت خديتي بحال هادشي، كتمشي كديرو في الاد جروب، كتعطيه البراد ماتش الى بغيتي، ولا كتزيدو في الكيورد، كتزيد الكيورد. المهم حنا يمكننا نديرو هنايا دوك تويز وغادي نسوكارديوها كوم بحال راه حنا غادي نمشيو نديرو كامبين. هي راه ماشي كامبين، حتى هاد الحوايج هادو اللي خديتيهم دابا كتمشي عاوتاني تقلب بهم بحوايج اخرى.
كدير مثلا غادي تمشي غادي دير واحد لا ليست وغتحط فيها دوك التوب تويز وهادوك الكيوردز اللي لقيتي هنا ياك. بهادو شنو غادي تمشي دير؟ فاش غادي تمشي دير البرودكت ديالك خاص هاد لي كيوردز يكونوا يا اما في البرودكت يا اما نتايا كتمشي كديرو في واحد البلوغ بوست كتحطو. بلوغ بوست راه يمكن لكم ديروه كامل. The information provided by Google is free, right? It's 100% free. Had a keyword plan, Google keyword plan, gratuit, 100%. ولكن واحد الحاجة ما يمكنلكش تاخذ الكيورد بلان إلا ما كانش عندك ديجا running campaign. يعني كدير واحد دولار في جوجل ادز سيرش ولا شي حاجة وكيولي عندك لاكسيل كيورد بلان. فهمتي؟ Are you using expired domain? انا غادي نقول لكم دابا حنا قلبنا مثلا قلبنا بحال هذا الشيء كنمشيو كنشوفو جوجل شوبينغ ماشي مشكل غنوريك واحد شويه جوجل شوبينغ talk about backlinks do follow ماشي مشكل expired domain غادي نهضر معاه دابا حنايا مثلا درنا هذا الشيء ومازال ما عندنا برودوي ومازال ما عندنا حتى ستور ياك. جبنا هذا الشيء لقينا دوك دوك تويز لقينا بوبي توي شنو هي فينا هي ديك بوبي توي ناخذوها حتى هي ياك. جود تويز فور دوكس ياك جود تويز فور دوكس هادو جمعناهم كنمشيو لاكسبايرد دومينز ياك. الى مازال ما عندنا دابا ما عندناش ستور الى كان عندك ستور راه عندك ستور ديك الساعات كتخدم على الباك اللينك ديالك كتخدم عليه. اما الى بغيتي تبدا ستور ديالك من الاحسن تمشي ديليت الدومينز وكتمشي تقلب هنايا كتقلب على اللي عنده لي باك لينك بزاف فهمتي. دائما خصك تقلب 24 hours لان الى 7 ايام كتلقاهم ديجا خداو وكيمكن لك تجي لهنا ودير مثلا دوك كيعطيك غير الحوايج اللي فيهم دوك يعني الباك لينك اللي فيها الدوك. دابا الدوك فيتش 300 دولار افيلابل شنو هذا ستري دوك والتر دوك كلاود. المهم كتلقى هنايا شي حاجه اللي فيها الدوك وعاد ديك الساعات كتمشي تونجيستر بطبيعه الحال. فاش كتلقاوها ها شنو خصكم ديروا راه مهم هادشي لان علاش لان بعض المرات كتلقاو في اكسبايرد دومين واحد الدومين اللي واحد الدومين نيم اللي مزيان ولكن فاش كتمشي وكتقلب له مثلا نشوفوا انا نقول لكم مثلا انا هذا كيبان لي فيه سبام بزاف غنمشيو مثلا الماز ماز حتى هو كيعطيك 10 د المرات فري ياك. كتمشي كتقلب في هذه باك لينك ريسيرش كيعطيك هذا وكدير نتا ما عرفتش كتمشي كديرو هنايا كدير انالايز ياك. من بعد كيعطيك لي باك لينكس هو قال لك فيه لي باك لينكس ولكن اهم حاجه كتجي السبام سكور وكتشوف السبام سكور ديالك. شتي قلت لكم غيكون طالع له السبام سكور ها هو هذا. علاش طالع له السبام سكور؟ لان الباك لينكس ديالو وما عنده حتى دومين جاي منه فهمتي. يعني هادو خدام هو غير بيهم ولا سبامي باينه سبامي. خص يكون واحد البالانس ما بين شحال من دومين دايرين ريديريكت ليه وشحال هو عنده ديال لي باك لينك. ما يكونش يكون عنده 1.1 مليون والدي بي عنده زيرو. خص يكون شي حاجه اللي لوجيك مثلا هذا مزيان هذا كيقول لك ميك ان اوفر فهمتي هولز دوكس هذا مثلا مزيان. المهم كتجيو لهنا لتحت كتشوف سبام سكور. سبام سكور الا كان اكثر من 10% صافي راه كلا العصا. واحد الاخ سولني قبيلات فاش حط الاخ السي محمد ياسين وشكرا بعدا للناس ديال اجي تفهم ديال الجروب شكرا بزاف اللي انفيتيتوني باش نتواصل مع الاخوان ونوريهم داكشي اللي قسم الله اللي انا كنعرف. ولا كان شي اسئله اللي يمكن لي نجاوبكم ما كاين حتى شي مشكل. المهم شكرا لي زادمين ديال اجي تفهم لان عطاوني هاد الدعوه. ففاش داروا داك لا بوبليسيتي كان واحد الاخ سولني قال لي انا كيجيني الترافيك بزاف وما عرفتش شنو ندير
باش نحبس داك سبام ترافيك، لان فاش كنمشي جوجل اناليتيك كان كنلقى بان داك سبام جاي غير على اساس انه ديريكت. المشكله خويا ما كاينش حل ديالها، كاين وورد فانس اللي يمكن لك ديرو، كاين ديك اكمي سيت داك التخربيق، ولكن وورد ما فانس شنو كيدير لك؟ كيبلوكي لك لي بي. فهمتي مثلا انت شنو غدير؟ غتمشي لجوجل اناليتيك غتقلب مش من كونتري جاي، الا كان باكستان ولا بنغلاديش ولا شي حاجه، غتانستال واحد البلوجين سميتو وورد فانس، كدير هذاك وورد فانس ياك، وكتبلوكي داك الاي بيات اللي جايين من داك الدوله، كيمكن لك لا. ولكن الحل ديال من الجدر ديالو ماشي هو هذاك. ها الحل من الجدر ديالو، كتشوف بان الدومين ديالك كتحطوه هنايا، الا طلع لك بان سبام سكور 20 ولا 25 من الاحسن نسى انت داك الدومين، قلب دومين واحد اخر، اولا الا بغيتي كتمشي دير انباوند لينكس ديالك، ياك كتمشي تشوف الانباوند لينكس وكتجي لهنا عندك سبام سكور، كتشوف لي ليان لي سبام ديالهم طالعين، كتمشي لهنايا مثلا، الا كنتي انت اللي حطيتي دوك لي ليان كتمشي تحيدهم، الا كان شي واحد هو اللي حاطهم كتمشي عندو وكتقول له تحيدهم. يعني الا انت غير جيتي شريتي داك الدومين خصك تمشي تشوف سبام سكور هو اللي كيجيب لك هذوك السبام ترافيك اللي كيجيك بزاف، فهمتي؟ خصك تمشي يا اما دير لهم ديسافاو في جوجل سيرش كونسول، اولا كتمشي تصوبهم غير هنايا، كتمشي عند هذوك الناس اللي حطوا لك ديك لي باك لينك وكتخليهم. الاخوان الله يعطيكم استرشت لا كاليتي باج، فهمتي؟ لك عماد الله يعطيك السر كتب لي بالعربيه باش نفهمك. دي اذر بلاتفورم ويز اس اي او ستاتيك، كاين سي محمد ياس، كاين اي تشافس سي بي سي، ذات مينز ذا سي بي ام اون اي بي ويل بي اوسو هاير. انس well it's not really all the time like that. اللي كان سي بي ام، اذا كان سي بي ام ديال فيسبوك يمكن يكون سي بي سي طالع، ولكن سي بي ام ما طالعش بزاف، لان انت غادي تشوف الاودينس ديالك فين غادي تمشي، وغادي تمشي. يعني هو كيقول لك بان السي بي سي طالع على السيرش، على الناس اللي كيجيو يقلبوا، يعني هذاك الترافيك راه تارجتد ديجا هو بوحدو، لان ماشي بحال فيسبوك انت كتمشي كتطلع عند الناس هو غير جالس واحد كيحماق في التليفون ديالو تطلع له لا بوبليسيتي ديالك، ماشي بحال هكا. جوجل باش حسن بزاف انه الناس اللي كتجي عندك ماشي حتى اللي كتمشي عندهم. سي بي سي الا كان طالع في جوجل اتس ا باد ساين، انا بالنسبه ليا راه ماشي مزيانه، ولكن ما كيعنيش بان غادي يكون عندك السي بي ام في فيسبوك طالع، لان يمكن داك الكيوردز انت غتمشي غير تجيب بهم لي اودينسز، يعني غتمشي تقلب عليهم هاد الكيوردز هادي اللي جمعتيهم هنا، كتمشي تقلب بهم على الاودينس، ويمكن يكون داك الاودينس ما كطيحش عليك بزاف السي بي ام، ويكون السي بي سي ديال فيسبوك قل شويه من السي بي سي ديال جوجل. هو نورمالمون ديما فيسبوك يكون قل من جوجل، لان ماشي بحال تارجتد، يعني بنادم جاي عندك يقلب باغي يشري، يعني كاينه واحد الباير انتنت، يعني ان الباير جاي عندك باغي يشري كيقلب عليك، ماشي هو جالس وانت كتجي عنده كتقنعو بفيسبوك خصك دوز له 7 المرات ولا 8 عاد كيدير ذا باين ديسيجن. يعني فيسبوك راه ماشي المره الاولى كيجي يشري عندك بنادم، راه خصك تمشي عنده الامبريشنز ديالك، يعني الافرج يعني لا مويان ديالك خصك تبان له 7 المرات باش يشري منك فيسبوك. بزاف ديال الدراري علاش كيقول لك بان خصك تكون عندك لا باسيونس في فيسبوك، لان فيسبوك راه ماشي انت بنادم ما كانش باغي كاع هو داك البرودوي، كتبقى بعض المرات كتلوح له فيديو، كتلوح له فوتو، كتلوح له فوتو ديال هذاك، كتلوح له الشهادات ديال الناس، لي ريفيوز، كتبقى حتى كتقنعو بانه يشري. جوجل لا، جوجل غير خدم على اللاندين بيج، غير خدم انسان راه كيقلب عليك، خدم له على البري وعلى اللاندين بيج وصافي، راك غادي تخدم مزيان. كيف باش نجاوبك؟ سي بي ام يمكن يكون هابط بزاف في فيسبوك، وخاص سي بي سي طالع في مثلا فاش كترو شيرش. المهم باش نكمل لكم على السبام، روح كتمشي لهنا كتقلب على لي سبام، كتكونتاكتي هذوك الناس اللي صيفطوا لك داك الليان، حطوا لك تقول لهم حيدوا داك الليان، اولا الا نتايا كتمشي كتجمع دوك لي ليان كتمشي تحطهم في واحد الدوكيمنت تيست، كدير لهم سبميت لجوجل سيرش كونسول، كدير له ديسافاو، يعني انت ما كتبغيش هذوك الترافيك، كيقلل عندك الترافيك السبام.
ولكن لازم خصك تكون سير من هذاك الشيء قبل ما ديرو، وخصك تعرف بان يمكن دوك السبام راه هما كانوا كيطلعوا لك شويه الاثوريتي ديال سميتو، يا اما الديه يا اما البي اي ديالك، وهما اللي كانوا كيجيبوا لك الترافيك بزاف. فري ترافيك دازنت باي ويل، لا ما نتفقش معاك انس. كاين فري ترافيك اللي مزيان، يعني انت على حسب الاودينس ديالك وعلى حسب النيش فاش خدام. طبيعة الحال الا كنتي فري اودينس، مثلا نقول لك انت خدام على ديامو، الا مشيتي جبتي ديامو وتارغيتيتي بوركينا فاسو ولا شي بلاد ما نعرف فيليبين ولا شي حاجه، ممكن ما غاديش يجيب لك. ولكن الا مشيتي دايموندز ومشيتي مثلا ال اي ودرتي بيفرلي هيلز وسبيسيفيتي لواحد البلاصه الناس اللي عندهم الفلوس راه غادي يجيو لك. ماشي بالضروره يمكن دير تي شيرت ولا شي حاجه وتجيب فري ترافيك وتربح، ويمكن دير ديامو ولا مرسيدس وما تجيب حتى شي حاجه، لان خصك دير ذا كومبينيشن بين ذا باير انتنت اند ذا كيورد. يعني شنو انت توفر البرودوي ديالك والاودينس، هذه حاجه عاديه فهمتي، بحال اللي كتخدم بلي ساك بي ديال الماركتين، عندك بيبل اند برايس اند بليس اند بي ار اند بلاتفورم ستاف لايك ذات. يعني كتقم لازم خص يكون عندك داك الكومبينيشن ما بين الناس شنو كيقلبوا وانت شنو كتعطيهم. سيف بليز، نو بروبلم، سيف. الله يحفظكم. انا سمحوا شو الدراري، انا غادي معاكم بشويه بشويه، كاين الاخوان اللي شويه افونسي في اس اي او يبان لهم هادشي شويه مبتدئ، وكاين عاوتاني الدراري اللي عاد بداو غيبان لهم هادشي شويه صعيب، ولكن راه ما صعيب ما والو الا تبعتوا هاد الطريقه. جوجل ترند، جوجل كيورد، اوبر سجست، ماز، اتريفس، ومن بعد كتبدا في الخدمه، كتجيب هاد لي دوني كاملين كتبدا في الخدمه. قلنا بان قلبنا على الدكتوري وداك الشيء، غنوليو نديرو واحد اللعبه اللي كنديرها انا في ماز بزاف واللي كتخدم لي بزاف. ماز كيعطيك كيورد ريسيرش، هادشي كله راه فري باش نقول لكم الدراري، هادشي راهم دي تولز اللي فري ما كتخلص عليهم حتى شي حاجه. عندك 10 د المرات كتجيبو الدكتويز، نشوفو حنايا كاع دوك جود تويز فور دوكس ياك، ديروا مادي هنا. شنو كيعجبني في ماز، ماز بزاف ديال الوحدين ما كيعطيوكش، كيعطيك البرايوريتي يعني واش هو بالنسبه له سيتي ستامبون ديال سي تي ار، شحال اورجانيك سي تي ار كيعطي، وال 48 ديفيكولتي اللي كنا شفناها في اوبر سجست، اس اي او ديفيكولتي 54، هنا في ماز 43 ياك. الو هادي غير ميا مونتلي، كنظن بان لي دوني ديالهم شويه هادشي كيفاش انهم 200 كيقلبوا على جود تويز فور دوغز، ما يمكنش هذا 100% كيقلبوا عليه 5000 ولا 6000 على الاقل. الوغ كيما شفتوا راه بعض المرات كيكونوا يعني دي بلاتفورم اللي مشهورين، ولكن بعض المرات شي كيورد ما كيكونش عندهم لي دوني عليهم، لان راه شحال قدهم ما يجمعوا. سمحوا لي غادي نشرب. الوغ الى جينا لدوغ تويز، الأورغانيك سي تي آر ديالو 81 يعني مزيان، يعني أن الناس شنو معنى الأورغانيك سي تي آر؟ هي كليك ثرو ريتس، أن الأورغانيك أكثر من البيت، يعني أنك نتايا إلا مشيتي رانكيتي معاهم حسن لك. علاش؟ لأن الأورغانيك 81% 19% هي اللي كاينة ديال البيت سي تي آر، يعني مزيانة. كتشوف الفوليوم، الفوليوم 30,000 per month، ولكن كنظن بان اكثر، انا كان مليون في المئه اكثر اكثر. انت شتي بان دوغ تويز مزيانه، ناخذوها، شفنا في الكيورد مزيانه. شنو دابا كنديرو الدراري اللي خدامين في شوبيفاي؟ ماشي مشكل، انت مشيتي غنعطيكم هاد شوبيفاي ديالي ديال كندير فيها لي يعني لي تروك بحال هكا، هادي لي بريزونطاسيون. كتمشي مثلا غادي دير اد برودكت ياك، انت غادي دير بيوتيفول دوغ توي، مشيتي انت قلبتي مثلا نديرو علي اكسبريس، مثلا قلبتي انت في علي اكسبريس ولقيتي كدا وحلجيتي حطيتي، غتحط تصاور، غتجي لهنا غدير داكشي، خصك الهيدين 1 الهيدين 2 الهيدين 3 دائما يكونوا
يعني ثلاثة ديال لي نيفو عندكم، لان هذا الشيء اللي كيقلب عليه جوجل. كتجي لهنا عندك الـ SEO search listing، كتقلب على كتجيب الديسكريبشن ديالك اللي غتبان في السيرش انجن. هذا مثلا هاد اللينك هذا مزيان، product slash beautiful dog toy مزيانه. الا كان شي حاجه سبيسيفيك من داك البرودوي كتزيدوها هنايا، ولكن هكا مزيان لان هذا هو اللي خص يكون اللين ديالكم. اما باش تعرف واش داك الخدمه ديالك كامله مزيانه ولا ما مزياناش، انا عندي احسن تريك وما كنظن حتى شي واحد كيعلم هذه القضيه. كتخلي سميتو مثلا انت كتبتي بلا 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 بلا، كتبتي دوغ بيوتيفول كدا مزيانه، صورتي طول كتمشي كتهز هذا الشيء وكتحل ووردبريس. دابا كاينين الدراري اللي ما عندهمش وورد، شنو كدير؟ كتمشي كتحط لوكال هوست وكدير فيه كتانستالي فيه ووردبريس. وفاش كتجي تانستالي ووردبريس كتجي كدير يوست اس اي او. الوغ يوست اس اي او نكتبو لكم هنايا باش تعرفوه. يوست هو هذا هاد البلاجين هذا، نمشي نشوفوه. ها هو هذا كتانستاليه في داك اللوكال هوست ديالك، كتحط فيه ووردبريس باش ما تخلصش الا ما كنتيش عندك. الا كان عندك ديجا كتخدم مثلا في وو كوميرس وكتجيب داكشي لي دوني اللي عندك في وود كوميرس كتحطهم في شوبيفاي. المهم علاش قلت لكم هاد الطريقه، كتجي كتخدم داك الدوغ وداك الشيء ديك لا ديسكريبسيون اللي درتي في شوبيفاي، كتجي كتحطها هنايا ياك، وكيعطيك الـ SEO كيبدا يعطيك هو السكور. فاش كتلقى بان كتجي كتعطي الفوكس كيورد هنايا، غادي نجي هو معلوم قلب ان ما مزيانش، نجي غنعطيه هنايا، غادي تبدا تبدل هادي is good toy، وغادي نمشي لهنا. المهم هو كل ما جيتي كتبتي هنا مزيان وحطيتي الهادين، درتي مثلا نديرو هادين وان، كيبدا هو كيتبدل readability حتى هي كتبدل. هنا كيقول لك شنو عندك، الصبهاتين مزيانه، sentence length flashing. هنا كيقول لك transition word ما عندكش، not enough content يعني ما كتبتش كونتوني بزاف، وما عندكش transition keywords. transition هي مثلا therefore ولا so ولا so I think the toy we are offering is a good toy. المهم باش ما نطولش عليكم الاخوان، كتخدم هنايا بهاد اليوست، تقلبوا في الانترنيت او ما شتي هنايا هو ولا الباسيف ووردز وفلاش ريديبيليتي، ولات عندنا ريديبيليتي واعره. كتبقى الاي سي او. اي سي او شنو هي؟ هي خص داك الفوكس كيوردز يكونوا مزيانين هنا. فاش كتسالي وكتخدم مزيان وكيعطيك واحد السكور واعر، هنا كيقول لك بان انت درتي الكي وورد فريز وعندك اللونج تيل كي وورد وعندك ال اس اي وعندك المسائل كامله اللي كتعطي بان الاي سي او ديالك مزيان. كتمشي كتشد هذا الشيء، انت دابا راك خدام غير في لوكال هوست ما خسر حتى شي حاجه، وكتمشي كتحطو في شوبيفاي. لان علاش انت خدمتي الاي سي او ديالك بواحد التولز اللي ما كاينش في شوبيفاي. هاد يوست ما كاينش شوبيفاي، ما يمكن كاين شي وحدين دي زابليكاسيون اللي نيمو وكتخدم فيها. انا بالنسبه ليا ما كنخدمش بزاف في شوبيفاي، نكذبش عليكم ما عنديش معاه بزاف، واخا درنا الحمد لله فلوس فيها ولكن ما عنديش معاه بزاف. مثلا من بعد ما حطيتو داكشي خصكم تمشيو تخدموا على لي باك لينكس وتخدموا على لي كيوردز ديال اللي غيمكن لكم تجيبوا لهذاك ستور دو بلوس، لان ما يمكنلكش تخدم غير على كيورد واحد، ما يمكنلكش تخدم على برودوي واحد، خصك تخدم على لي برودوي بزاف. محمد ياس، يوست اي سي او از ذا نمبر 1، هو رانك مات خدمت به تقريبا بحال يوست. لي فرانك مات علاش مزيان؟ رانك مات كيشوف لك سكيما مارك اب وكيشوف لك ريتش سنيبت كيشوفهم، وسكيما مارك اب وريتش سنيبت دابا في سميتو ديال جوجل دابا
مهمين بزاف باش فرانك مات شويه ولا احسن من يوست، ولكن كيبقى يوست هو يوست. رانك مانت عندك الصح، ديفلوبا شي ناس اللي كنعرفهم ومزيان، هما جاوا بهاد السكيما مارك اب وهاد ريتش سنيبت اللي كيدخلوها فهذا وكيعطيوك السكور منها كتزيد لك الحوايج. المهم كاين حوايج بزاف ما يتقال على على على, على الاي سي او. انا مثلا غنعطيكم هنايا واحد لو دوني اللي درتو باش كتقلب على الباك لينك اللي دابا انت خدمتي على الاون بيج اي سي او، صوبتي درتي البرودكت ديالك، درتي البرودكت ديالك صوبتي، خصك اللينك لازم تمشي تخدم عليه. غادي تمشي هنا دير له دوك توي. مهمه انه اللينك ديالك يكون فيه الكيوردز ديالك. صوبتي كلشي، خصك دابا تمشي تخدم. سي هشام بخير، لاباس عليك، تبارك الله عليك، شحال عندك من سنه في هذا الدومين؟ واخويا انا عندي بزاف. اون جينيرال ديجيتال ماركتين راني بديتو في 2001، كنت كنخدم غير في ام اس ان وداك الشيء. و2003 بديت في جوجل ادوردز، في ذاك الوقت كنت كندير بلوغر وتوسا، تقريبا 20 عام. في الاس اي او بديت كنخدم في 2007 هكاك 2006، فاش كنطلق فلا كنتي كتحط كتمشي كدير غير في الفوروم، كدير واحد 20 ليال في لي فوروم، كتمشي تخربق لي كيوردز، كتبقى دير كيورد ستافين، حط كيورد كذا دا دا دا، كنتي كتبيع مثلا الا كنا كنبيعو الهوستين بلانز، كنا كنديرو هوستين بلان هوست بيست هوستين بلان بوست هوستين بلان، كنعمرو الدنيا غير بالهوستين بلان، كنطلعو في الرانكين حنا الاولى في جوجل. ايوا شي تخربيق شي حوايج. عاوتاني كنا كنصوبو بي بي ان، يعني كنمشيو نديرو داك برايفت بلوغ نيتورك، كنت كنخدم بيها شحال هادي، كندير بلوغ كنعمر 20 30 ديال لي بلوغ كنخدمهم كاملين، كندير كوبي كولي في الميم كونتوني كنحط فيها لي ليا وكتطلع لا باج دغيا دغيا. اما دابا سي تري تري ديفيسيل، دابا الكونتنت ديالك ولا ولي روبو ديالو مزيانين. بخصوص رانك براند ديالك في منتجات معينه، نصائح السي ابراهيم. خويا سعيد ما فهمتش واش البراند يعني رانكين ديال واحد سبيسيفيك براند في المنتجات معينه. بطبيعه الحال هذاك الشيء على حسب الكيوردز اللي كتخدم. انا ما فهمتش السؤال، كنظن بان فهمت السؤال على اساس انه البراند ديالك كتطلعها في الاي سي او، هذيك كتكون براند ترافيك، كتولي السميه ديالك كتطلع. هذيك باش تخدم عليها خصك اولا تخدم على لي كيوردز في داك لا باج ديالك ولا السيت ديالك، كيوليو عندك الناس كيقلبوا على سبيسيفيكمون البراند ديالك، وهذيك مهمه. علاش؟ لان كتولي نتايا عند جوجل كتولي عندك بريوريتي. مثلا نقول لكم مثلا شي واحد، جوج الناس كيبيعوا الدوكتوري، عندهم 20 باك لينك، عند 20 باك لينك، عندهم الاون بيج اس اي او بحال الاون بيج اس اي او بحال بحال. جوجل غيحط هذاك اللي عنده البراند نيم كيقلبوا عليها الناس، مثلا عنده ذا دوغ ستور اوف سعيد، سي سعيد ذا دوغ ستور اوف سعيد، هذاك لان عنده البراند ديالو كتعاون بانه يرانكي احسن من الاخر، لانه هو كيقلبوا على البراند ديالو اكثر من الاخر. فالبراند رانكين سي سور كتعاونك لان انت خدمتي عليها، لانك تكون غوكوني، واخا يكون عندكم لي ميم باك لينك، وبعض المرات يكون الاخر عنده اكثر منك ديال الباك لينك، يكون عنده الان بيج اس اي احسن منك، ولكن لان نتايا السميه ديالك كيقلبوا بها الناس، غتولي نتايا اوت رانكيه فشي كيوورد. وهذا الشيء درناه بزاف الحوايج، مثلا القفطان، انايا شحال من الناس بقاو يتقاتلوا باش اوت رانكيوني في القفطان دائما الفيرست بيج، غير لان عندي البراند نيم، عندي بوتيك مامون حتى هي راه شوز. بزاف ديال الناس كيبغيو اوت رانكيني، ولكن بالنسبه للبراند كتكون احسن. سي سعيد، البراند ديالك هي بطبيعه الحال خصك نتايا تخدم. انا نقول لكم هذا السؤال مهم بزاف، هذا ديال كيفاش انت ترانكي البراند ديالك. كترانكي البراند ديالك بانك كتمشي كتقلب على الكيورد ديفيكولتي تكون هابطه، وكتطلع لي كيوردز على شي حوايج
اللي ماشي مهمين انك تبيع فيهم وتشري، ولكن غير لان انت بديتي كترانكي كيوليو الناس كيعرفوك، كيوليو الناس كيقلبوا عليك. انا نعطيكم ان اكزومبل، مثلا هنايا في اي ترافس، الدراري اللي ما كيعرفوش اي ترافس، اي ترافس هذا بيد تول، فهمتي، كتخلص عليه. كتجي لهنا مثلا، انا درت ديجيتال بيانو ريفيو، هذا سميتو ديالي، كنخدم به افيليت ماركتين. غادي نمشي في الاي تراف، كنمشي لهنا كندير كومبيتين دومينز، ياك كيعطيوني شنو هما لي دومين، لي دومينز نيم، يعني لي سيت وحدين اخرين اللي عندهم اللي دايرين لا كومبيتيسيون معايا. كيجي كنلقى بيانو ريبورت وديجيتال بيانو وداكشي، كنلقاو لي كومن كيوردز ما بيناتنا، البورسونتاج او لا شحال كاين ديال لي كيوردز، ياك. الوغ حدي كنلقى مثلا بان هذا السيد عنده معايا بوكو دو كومن كيوردز، كنعرفو بان راه قريب للبراند ديالي، ياك. وشنو كندير؟ عندي جوج ديال الحوايج، اولا كنمشي نقلب له على لي باك لينك ديالو باش نجيبهم عندي، ثانيا كنقلب على لي كيوردز اللي عنده باش انا نكثر من لي كيورد. علاش؟ فاش كتولي عندك بزاف ديال لي كيورد كيوليو عندك ترافيك بزاف، فاش الناس كيعرفوك كيوليو كيقلبوا عليك بالبراند ديالك. هذاك هو لا بوسيبيليتي بان تطلع البراند نيم ديالك، هو انه يكون عندك اكبر عدد ديال لي كيوردز كترانكي بهم. مثلا انا بارابور مع هاد بيانو ريبورت، انا عندي 2200 يونيك ديالي، يعني هو ما مرانكيش فيهم، هو عنده 3000، هو شويه زايد عليا. والكومن كيوردز ما بيناتنا هما 1500 في اليونايتد ستيتس، هاد الصيغه في امريكا، لما فرنسا وداك الشيء يمكن نكون انا احسن منه، ولا ديجيتال بيانو جاج. المهم كنمشي انا لقيت بان هذا واخا انا ويا عندنا لي كومن كيوردز بزاف، بورسونتاج ديالنا 22 كومن كيوردز بزاف، غنمشي نقلب اولا نشوف حتى هذا لان عندنا الكومن كيوردز عندنا بزاف جامع معاها. كنكليكي عليها، فاش كنكليكي عليها شنو غادي يخرج لي؟ اي تشاف غيخرج لي لي كيوردز اللي عنده وما عنديش، صافي. هو مرانكي بهذوك لي كيوردز. What is the best platform for beginners to start؟ بطبيعة الحال بلوغر ديال برودوي ديال بلوغ ديال جوجل مزيان for the beginners. إذا بغى شي واحد يبدا في البلاتفورم ديال، لأن أولا جوجل راه كي بطبيعة الحال غادي إلا كنتي خدام في بلوغر راه غادي يخدم، غادي يرانكيك أنت أحسن من أي حاجة، لأن برودوي ديال جوجل، يعني أحسن حاجة هي بلوغر. دير بلوك سبوت غراتوي، كتبدا فيه تخدم، كتشوف لي كيوردز، كتقلب، كتبدا ترانكي، كتعلم شويه الاي سي او، من بعد داكشي كدوز للووكوميرس. سي سور ووكوميرس احسن من شوبيفاي، ولكن الا ما كنتوش كتفهموا، حيت الاخ مصطفى مثلا قال لي سيكيورتي فور ستور ووكوميرس، يو ار 100% رايت، يعني عندك الصح في القضيه. ووكوميرس شويه خص يكون عندك سيكيورتي، كتعرف ديفلوبمون شويه وكتعرف كيفاش تمانجي، ولكن ووكوميرس كيكون ستور ديالك الدراري، راه خصكم تفهموا فاش كتخدم على شوبيفاي. ستور راه ماشي ديالك، هات هي ما طير، راه ديال شوبيفاي، راه الهوستين عندهم، راه لي دوني عندهم، راه الداتا عندهم، راه كلشي عندهم. فاش انت كتخدم في الووكوميرس راه ديالك، لو سيت ديالك، يمكن لك انت غير تلقى هوستين معقول، والداتا ديال داك لي كلاينت ديالك ما ياخذها حتى شي واحد. اما شوبيفاي راه الداتا عنده، وزيدون شوبيفاي مثلا الا كنتو كتخدموا في الكوبي رايت، عندك شي مشكل في شي برودوي، جاتك واحد الكوبي رايت سترايك، كيحيد لك شوبيفاي، كيعقل عليك هو، يمكن يحيد لك ستور كاع من نهار لاخر، تولي ما عندكش ستور. انت اللي عندك ديالك هو الدومين نيم، صافي. اما شوبيفاي يدير اللي بغا. سكيفي انا بالنسبه ليا الا جا شي واحد يهضر معايا على شنو غادي نديرو في الووكوميرس ولا شوبيفاي، مي بيان سور الووكوميرس بيان سور.